هذا يسأل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الصلاة هنا في الحرم؟ نعم، يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم للزحمة والضرورة. الناس يصلون، كل مكان فيه مصلي، لو أنك ما تمر تعطلت تقف، فيجوز المرور لأجل الضرورة، والدين يسر ولله الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى في الحرم والناس يمرون من بين يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمنعهم، والدين يسر ولله الحمد، ما في حرج. فإذا كثر الزحام فإنه يباح المرور لأجل الضرورة. بعض الإخوان يتشدد بهذا ويبي يمنع الناس ما يمرون بالحرم، ما يمكن هذا، الناس كثيرون ويبي يمرون، ما لهم طريق، ما لهم طريق إلا المرور. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة للجميع سواء في الحرم أو في غيره، إذا كانوا يصلون خلف إمام فإنها تكفي سترة الإمام عن الجميع، ولا حاجة إن كل واحد يجعل له سترة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في هذا الدين، وأنه لا حرج فيه.